زيزو فلوغ مغربي صانع محتوى في الويب. في المغرب كنت خدام في واحد الشركه هنايا، صافي كنت خاسر مع الوقت، صافي حتى شفت راسي ما كان افانسيش في الحياه، يعني حدو قدو، صافي قررت انني يعني انا ما شد زاديت فقير باش نبقى فقير، فهمتيني. قرر يهاجر من المغرب لامريكا بطريقه غير شرعيه. انا يعني الفكره كانت انني نجلس غير اسبوع في البرازيل، من بعدها شط طياره اخرى لدوله اخرى قريبه للمكسيك، ندخل المكسيك، المكسيك ندخل لامريكا، يعني خديت الامور بسذاجه، ما كنتش عارف العواقب اللي جايين في الطريق. غنعيش معاه مغامره من نوع اخر. بعض المرات والله واحد المره تخبيت من تحت الكروسه باش ما يجيش فيها القرطاس. شفتي هكاك بنادم ميت حداك؟ اه في كوبا كابانا، والله الا تقتل واحد حدايا وراه عندي الفيديو هنايا، عندي بنادم تضرب بسلاح قدامي هنا هنا. دخلنا في اللعب القاصح، السيد اول حاجه مسلح، وثاني حاجه قال لك غنطبع عليكم الباسبور بطبعه مزوره ديال كولومبيا. قلت له انا ما طبعش ليا طبعه مزوره واصلا ما عنديش الفلوس. قال لك لا غطبعوا بالزمنكم. جميع الاشكال شفتهم، جميع الاشكال شفتهم في ذاك الغابه، حيوانات احنا هجموا علينا الشمبانزي اللي هجمات علينا. جاب الله ديك الجروب اللي كنت معايا، يعني كانوا جو مجموعه كيكونوا فوق الشجره. زيزو فلوغ هاد الجمعه على اذاعه ام اف ام وقناه ستون ابتداء من 5 ديال العشيه.